يواجه فريق ريال مدريد فريق اشبيليا في الجولة السادس والعشرون من الدوري الاسباني لكي تشاهد المباراة مع عليك فضل الضغط في الزر وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراه المباراة ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد توقيت المباراة سوف يكون في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة 11 عشر بتوقيت السعودي وقطر والامارات وسوف تنقل هذه المباراة على قناة بين سبورت واحد الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك وشير بقناة وتفعيل خاصية تتسعي الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونضرب لكم في موعد قادم